بعد تعود عند اسينسيو، اسينسيو امام اكثر من لاعب، وتدخل وخطا على قوس منطقه الجزاء. ماركو الفنان، ماركو وكرة جول. هدف أول لريال مدريد. ناتشو، نعم نعم، ناتشو في كل مكان، يقدم الكثير لريال مدريد، وفي اليوم الكبير يلمع ناتشو. ريال مدريد يسجل. كيف جاء الهدف؟ كيف سجل الهدف؟ أسينسيو بدأ القصة، حصل على خطأ، وبعد ذلك الكرة نفذت سريعة من جانب ناتشو. ماينكو صفر، أعلن الهدف. إشبيليا لم يضبط الجدار، إشبيليا كان في الانتظار، لكن ناتشو لم يكن عنده مزيد من الوقت لينتظر. يريد الليغا ناتشو، ويريدها ريال مدريد. هدف أول، هدف مفاجئ، وخورخي سان باولي لم يكن راضيا عن اللقطة الأخيرة. هدف لريال مدريد مفاجئ للجميع، بما في ذلك مخرج المباراة الذي لم يضع الكرة الصورة. مرتدة لرونالدو، رونالدو مع أسينسيو، يلعبها لماركو بكرة، وخميس مار، وخميس ذلك. عادت لخميس، وين الدفاع؟ ذهب ادراج الرياح، عادت من الحارس ثم عند كريستيانو. رونالدو يريد ان يكون حاسما في المنعطف الاخطر والاهم في الليغا، وفي الشباك المفضله لديه اشبيليا. هذا الهدف رقم 24 من الخصم المفضل اشبيليا. هذا هدف جديد. كم هدف، كم رقم قياسي، كم لقب. أتعبتني في العد، وأتعبت من بعدك يا كريستيانو. رونالدو على الجهة اليسرى، محاولة لفيتولو، فيتولو مر، فيتولو عدل تمريرة، بعد ذلك لنزوزي، جميل، ويوفيتش، وكرة. هدف أول لإشبيليا، نعم نعم، الله على التمريرات، على اللعب الجماعي، على الكرة الحلوة، وعلى إشبيليا. فريق سان باولي لم يستسلم، لم ينهزم بعد، لا زال عندهم الكثير ليقدموه اليوم. شوف اللمسه من وين بدات، فيتولو لينزوزي، فيتولو يوفيتش في البعيده، والكره في شباك نواس، في كل مكان ينقذهم خيسوال كيلور. الان الكره في مرمى نواس، وهدف اول لاشبيليا. هدف عن طريق توني، تدخل جميل يستعيدها بعد ذلك أسينسيو، لمسة لكروس خطيرة داخل منطقة الجزاء، يلعبها لرونالدو، قوية. يا إلهي، ثالث لمدريد، صاروخ ماديرا، كريستيانو يؤكد الانتصار. يا لها من ضربة، يا لها من كورة، يا له من هدف يا كريستيانو. جميل اللقطة الأخيرة بعد عمل رائع أسينسيو. رونالدو هذا، ماركو هذا، توني نظرة واسعة، لمسة جميلة، رونالدو بوم. تبا لك يا كريستيانو، قلبي الصغير لا يتحمل، والشباك لا تتحمل، والخصوم لا يتحملون. هدف يؤكد انتصار مدريد ربما اليوم، في زاوية قاتلة لرجل الأرقام الكبيرة، لرجل المواعيد الحاسمة، للنجم كريستيانو رونالدو. ثلاثية مدريد يومين غير رونالدو، شباك المفضلة وخصم المفضل. يبتدئ
يبتسم زيدان ويقول في داخل في مباراة في الليغا كما لو كانوا يلعبون في حديقة. يا لها من تمرير أسانسيو وكرة لتوني. مدريد مرقي جميل.